بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، مبارك عليكم الكورس الثاني. رح نفتتح المحاضرة الأولى لموضوع لمادة التقانات النباتية، ورح تتضمن المحاضرة الأولى تعاريف عامة بما يتعلق بمادة التقانات النباتية. Definitions. Plant biotechnology, also known as agriculture, is an area of agricultural science involving the use of scientific tools and techniques, including genetic engineering, molecular markers, molecular diagnostic, vaccines, and tissue culture to modify living organisms, plants, animals, and microorganisms. Crop biotechnology is one aspect of agricultural biotechnology which has been greatly developed upon in recent time. Desired traits are exported from particular species of group to an entirely different species. These transgenes groups possess desirable characteristics in terms of flavor, color of flowers, growth rate, size of harvest, product, and resistance to disease. المقصود بهذا الموضوع أن التكنولوجيا الحيوية النباتية والمعروفة أيضا باسم أجريتش هي مجال من مجالات العلوم الزراعية التي تنطوي على استخدام الأدوات والتقنيات العلمية بما في ذلك هندسة وراثية والمؤشرات الجزيئية والتشخيص الجزيئي وزراعة الأنسجة وتعديل الكائنات الحية وراثيا للنباتات والحيوانات الكائنات الحية الدقيقة. إن التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل هي أحد جوانب التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تم تطويرها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويتم تصدير السمة المرغوبة من نوع معين من المحاصيل إلى أنواع مختلفة تماما. تمتلك هذه المحولات الجينية أو التعديلات الجينية خصائص مرغوبة، يعني أي نبحث عن الصفة الجيدة وتنقل إلى النبات من حيث النكهة، لون الأزهار، معدل النمو وغير ذلك. راح نأتي الآن إلى التاريخ. Farmers have manipulated plants and animals through selective breeding for tens of thousands of years in order to create desired traits. In the 20th century, a surge in technology resulted in an increase in agricultural biotechnology through the selection of traits like increased yield, pest resistant, drought resistant, and herbicide resistant. The first food product produced through biotechnology was sold in 1990, and by 2003, 7 million farmers were utilizing biotech crops. More than 85% of these farmers were located in developing countries. مثل ما نلاحظ أن المزارعين سابقا يعملون تلاعب أو تحوير أو تغيير بالنباتات والحيوانات من خلال التربية الانتقائية لعشرات آلاف من السنين من أجل خلق صفات جيدة مطلوبة في القرن العشرين. أدت الطفرة في التكنولوجيا إلى زيادة في التكنولوجيا الحيوية الزراعية من خلال اختيار السمات أو الصفات مثل زيادة الغلة، مقاومة الآفات، مقاومة الجفاف، مقاومة مبيدات الأعشاب، وتم بيع أول منتج غذائي تم إنتاجه من خلال التكنولوجيا الحيوية في عام 1990، وبحلول عام 2003 كانت
7 ملايين مزارع يستخدمون محاصيل التكنولوجيا الحيوية، وكان أكثر من 85% من هؤلاء المزارعين موجودين في البلدان النامية. Crop modification technique. Traditional breeding. Traditional crossbreeding has been used for centuries to improve crop quality and quantity. Crossbreeding made two sexually compatible species to create a new variety with the desired trait of the parents. For example, the honeycrisp apple exhibit a specific texture and a flavor due to the crossbreeding of its parents. In traditional practices, pollen from one plant is placed on the female part of another, which leads to a hybrid that contains genetic information from both parent plants. Plant breeders select the plants with the trait they are looking to pass on and continue to breed those plants. Note that crossbreeding can only be utilized within the same or closely related species. يقصد بذلك تقنيات تعديل المحاصيل أي التربية التقليدية تم استخدام التهجين التقليدي لقرون لتحسين جودة المحاصيل وكميتها، إذ يتراوح التهجين بين نوعين متوافقين جنسياً لإنشاء مجموعة جديدة مع الصفات المرغوبة للأبوين أو للوالدين. على سبيل المثال، تظهر تفاح العسل قوام ونكهة معينة بسبب التهجين المتبادل لوالديهم أو للأبوين. في الممارسات التقليدية، يتم وضع حبوب اللقاح من أحد النباتات على جزء أنثوي من آخر، مما يؤدي إلى هجين يحتوي على معلومات وراثية من كلا النباتين. يختار مربو النباتات التي تحتوي على الصفات التي يتطلعون إلى تمريرها ويواصلون تربية تلك النباتات. نلاحظ أن التهجين لا يمكن استخدامه إلا داخل نفس الأنواع أو الأنواع ذات الصلة الوثيقة. رح ننتقل إلى تعريف آخر، mutagenesis أي معناها الطفرات. Mutation can occur randomly in the DNA of any organism in order to create variety within a group. Scientists can randomly induce mutations within plants. Mutagenesis uses radioactivity to induce random mutations in the hopes of stumbling upon the desired trait. Scientists can use mutating chemicals such as ethyl methansulfonate or radioactivity to create random mutation with the DNA. Atomic gardens are used to mutate groups. A radioactive core is located in the center of a circular garden and raised out of the ground to radiate the surrounding groups, generating mutations within a certain radius. Mutagenesis through radiation was the process used to produce ruby red grapefruit. طيب، يمكن أن تحدث الطفرات بشكل عشوائي في الحامض النووي لأي كائن حي من أجل خلق تنوع داخل المحاصيل، ويمكن للعلماء إعداد طفرات عشوائية داخل النباتات، ويستخدم الطفرات النشاط الإشعاعي للحث على طفرات عشوائية على أمل التعثر أو الحصول أو العثور على صفة مطلوبة. ويمكن أيضا للعلماء استخدام مواد كيميائية طافرة مثل مثيل سلفونات الأثيل أو النشاط الإشعاعي لإنشاء طفرات عشوائية داخل الحامض النووي. تستخدم الحدائق الذرية أي معناها لتحويل المحاصيل. شو يقصد حدائق ذرية؟ معناها يقع أكو نواة مشعة توضع في وسط حديقة دائرية وترفع من الأرض لإشعاع المحاصيل المحيطة، وتولد يعني كأنه نافورة بيخلوها،
وتولد طفرات داخل نصف قطر معين. كانت الطفرات من خلال الإشعاع هي العملية المستخدمة لإنتاج الجريب فروت الأحمر الياقوتي. طيب، بوليبلويدي أي تعدد الصبغيات أو الكروموسومات. بوليبلويدي can be induced to modify the number of chromosomes in a group in order to influence its fertility or size. Usually, organisms have two sets of chromosomes, otherwise known as a diploidy. However, either naturally or through the use of chemicals, that number of chromosomes can change, resulting in fertility change or size modification with the group. Seedless watermelons are created in this manner. A four-set chromosome watermelon is crossed with a two-set chromosome watermelon to create a sterile seedless watermelon with three sets of chromosomes. شو يقصد بهم؟ يمكن تحفيز تعدد الكروموسومات لتعديل عدد لتعديلها في المحصول من أجل التأثير على خصوبته أو حجمه. عادة وتحتوي الكائنات الحية على مجموعتين من الكروموسومات والمعروفة باسم الصبغيات، ومع ذلك سواء بشكل طبيعي أو من خلال استخدام المواد الكيميائية يمكن أن يتغير هذا العدد من الكروموسومات، مما يؤدي إلى تغيرات في الخصوبة أو تعديل الحجم داخل المحصول، ويتم إنشاء البطيخ أو إنتاج البطيخ بدون بذور بهذه الطريقة، ويتم عبور البطيخ الكروموسوم من أربع مجموعات ببطيخ الكروموسوم من مجموعتين لإنشاء بطيخ عقيم أي بدون بذور مع ثلاث مجموعات من الكروموسومات. Protoplast fusion أي معناها اندماج البروتوبلاست. Protoplast fusion is the joining of cells or cell component to transfer traits between species. For example, the trait of male sterility is transferred from radius to red radish to red cabbage by protoplast fusion. This male sterility helps plant breeders make hybrid group. اندماج البروتوبلاست يعني انصهار البروتوبلاست وانضمام الخلايا أو مكونات الخلية لنقل الصفات بين الأنواع. على سبيل المثال، يتم نقل سمة عقم الذكور من الفجل إلى الملفوف الأحمر عن طريق اندماج البروتوبلاست. يساعد عقم الذكور مربي النبات على إنتاج محاصيل هجينة. طيب، ماذا يقصد بـ RNA interference؟ RNA interference is the process in which a cell RNA to protein mechanism is turned down or off. معناها تحول الـ RNA لبروتين تعمل أو تغلق. In order to suppress genes, this method of genetic modification works by interfering with messenger RNA to stop the synthesis of proteins, effectively silencing a gene. نجي الآن معناها الشخص بها. تدخل الحامض النووي الرايبي هو العملية التي تنفيها إيقاف أو إيقاف تشغيل RNA للخلية إلى آلية تحويل البروتين من أجل منع أو إيقاف الجينات. وتعمل طريقة التعديل الجيني هذه عن طريق التدخل في الرنة الرسول اللي هو مسنجر RNA ليوقف تخليق البروتينات وإسكات أو نقدر نقول عمل الجين سايلنت يعمل بشكل غير فعال. طيب، الجينات المحورة Transgenesis. Transgenesis involves the insertion of one piece of DNA into another organism DNA in order to introduce a new gene.
into the original organism. This addition of genes into an organism genetic material creates a new variety with desire to create. The DNA must be prepared and packaged in a test tube and then inserted into the new organism. A new genetic information can be inserted with biolistics. An example of transgenesis is the rainbow papaya, which is modified with a gene that gives its resistance to the papaya ring spot virus. يقصد بذلك يتضمن علم الجينات المحورة إدخال قطعة واحدة من الحامض النووي في الحامض النووي لكائن آخر من أجل إدخال جين أو جينات جديدة في الكائن الحي الأصلي. هذه الإضافة للجينات بالمادة الوراثية للكائن الحي تخلق تنوعاً جديداً مع السمات المرغوبة. يجب تحضير DNA وتعيينته في أنبوب اختبار ثم إدخاله في الكائن الحي الجديد. يمكن إدخال المعلومات الجينية الجديدة مع علم الأحياء. مثال على الجينات المحورة هو البابايا قوس قزح الذي يتم تعديله بجين يمنحه مقاومة لفيروس بابايا رينج سبوت. Genome editing is the use of an enzyme system to modify the DNA directly within the cell. Genome editing was used to develop herbicide-resistant canola to help farmers control weed. يتضمن علم الجينات المحورة تحرير الجينوم يقصد به تحرير الجينوم هو استخدام نظام إنزيم لتعديل الحامض النووي مباشرة داخل الخلية وثم استخدام تحرير الجينوم لتطوير الكانولا المقاومة لمبيدات الأعشاب لمساعدة المزارعين في السيطرة على الأعشاب الضارة. Improve the nutritional content. Agricultural biotechnology has been used to improve the nutritional content of a variety of crop in an effort to meet the needs of an increasing population. Genetic engineering can produce crops with a higher concentration of vitamins. For example, golden rice contains three genes that allow plants to produce compounds that are converted to vitamin A in a human. But this nutritionally improved rice is designed to combat the world's leading cause of blindness, vitamin A deficiency. Similarly, the Banana 21 project has worked to improve the nutrition in bananas to combat micronutrient deficiencies in Uganda by genetically modifying bananas to contain vitamin A and iron. Banana 21 has helped foster a solution to micronutrient deficiencies through the vessel of a staple food and major starch source in Africa. Additionally, groups can be engineered to reduce toxicity or to produce variety with removed allergens. محتوى غذائي محسن معناه تم استخدام التكنولوجيا الحيوية الزراعية لتحسين المحتوى الغذائي لمجموعة متنوعة من المحاصيل في محاولة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. ويمكن أن تنتج الهندسة الوراثية محاصيل ذات تركيز أعلى من الفيتامينات. على سبيل المثال، يحتوي الأرز الذهبي على ثلاث جينات تسمح للنباتات بإنتاج مركبات يتم تحويلها إلى فيتامين A في جسم الإنسان. تصميم هذا الأرز المحسن غذائياً لمكافحة السبب الرئيسي للعمى في العالم، نقص فيتامين A، بالمثل عمل مشروع البنانة 21 اللي هو يعمل على تحسين التغذية
باحتواء فيتامين A والحديد، ساعد الموج 21 في تعزيز حل لنقص المغذيات الدقيقة من خلال وعاء غذاء أساسي ومصدر رئيسي للنشا في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الهندسة المحاصيل تقليل السمية أو إنتاج أصناف مع إزالة مسببات الحساسية. الجينات والصفات التي تهم المحاصيل: الصفات الزراعية، مقاومة الحشرات، سمة واحدة مطلوبة بشدة بعد مقاومة الحشرات. هذه السمة تزيد من مقاومة المحصول للأخطاء وتسمح بعائد أعلى أو بإنتاج أعلى. يمكن لهذه المحاصيل المهندسة وراثياً أن تنتج الآن باسيلس ثورنجينيسيس الخاصة بها، والتي تحتوي على بروتينات منتجة للسموم غير ضارة للإنسان. أصبحت البيتي الذرة والقطن شائعاً الآن، ويتم دراسة كل من اللوبيا وعباد الشمس وفول الصويا والطماطم والتبغ والجوز وقصب السكر والأرز فيما يتعلق بالبيتي. طيب، جينز أند تريت، جينز أند تريت أوف إنسيرب، جينز أند تريت أوف إنتريست فور كروبس، أجرونوميك تريت، إنسكت ريزيستنس. One highly sought after trait is insect resistance. This trait increases a crop's resistance to bugs and allows for higher yield. These genetically engineered crops can now produce their own BT, which contain toxin-producing proteins that are non-harmful to humans. BT corn and cotton are now complaints and cowpeas, sunflower, soybeans, tomatoes, tobacco, wallet, sugar can, and rice are all being studied in relation to BT. Herbicide tolerance. Weeds have proven to be an issue for farmers for thousands of years. They compete for soil, nutrient, water, and sunlight, and prove deadly to crops. Biotechnology has offered a solution in the form of herbicide tolerance. Chemical herbicides are sprayed directly on plants in order to kill weed, and therefore competition and herbicide resistance. Crops have two opportunity to flourish. أثبتت الأعشاب أنها مشكلة للمزارعين لآلاف السنين تتنافس على مغذيات التربة والمياه وضوء الشمس، وتثبت أنها مميتة للمحاصيل. قدمت التكنولوجيا الحيوية حلا في شكل تحمل مبيدات الأعشاب. يتم رش مبيدات الأعشاب الكيميائية مباشرة على النباتات من أجل قتل الأعشاب وابتعاد المنافسة. ويجب أن تتاح للمحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب فرصة الازدهار. مقاومة الأمراض تساعدنا ننتقل إلى نقطة أخرى، disease resistance. Often crops are afflicted by disease spread through insect-like aphids. Spread disease among crop plants incredibly difficult to control and was previously only managed by completely removing the affected group. The field of agricultural biotechnology offers a solution through genetically engineering virus resistance, developing GE disease resistance group. Now include cassava, maize, and sweet potato. مقاومة الأمراض. غالب ما تصاب المحاصيل بأمراض تنتشر عن طريق الحشرات مثل حشرات المن. من الصعب للغاية السيطرة على انتشار المرض بين نباتات المحاصيل، وكان في الدرف السابق فقط عن طريق إزالة المحصول المصاب بالكامل. يقدم مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية حلاً من خلال مقاومة الفيروسات بالهندسة الوراثية. تشمل زراعة المحاصيل مقاومة الأمراض من جي الآن الكزافة والذرة والبطاطا والبطاطا الحلوة. أدنى التعريف الآخر، temperature tolerance، تحمل الحرارة. Agricultural biotechnology can also provide a solution
for plants in extreme temperature condition in order to maximize yield and prevent crop death. Genes can be engineered that help to regulate cold and heat tolerance. For example, papaya trees have been genetically modified in order to be more tolerant of hot and cold conditions. Other traits include water use efficiency, nitrogen use efficiency, and salt tolerance. يقصد بها يمكن أن توفر تحمل درجة الحرارة يمكن أن توفر تكنولوجيا الحيوية الزراعية أيضا حل النباتات في ظروف درجات الحرارة القصوى من أجل تعظيم الغلة ومنع موت المحاصيل ويمكن هندسة الجينات التي تساعد على تنظيم تحمل البرد والحرارة على سبيل المثال تم تعديل أجيال البابايا وراثين تكون أكثر تحملا للظروف الساخنة والباردة وتشمل السمات الأخرى كفاءة استخدام المياه وكفاءة استخدام النيتروجين وتحمل الملوحة. طيب. Quality traits. Quality traits include increased nutritional or dietary value, improved food processing and storage, or the elimination of toxins and allergens in groups of plants, common GMO crops. Currently, only a small number of genetically modified crops are available for purchase and consumption in the United States. The USDA has approved soybeans, corn, canola, sugar, beets, papaya, squash, alfalfa, cotton apples, and potatoes. GMO apple are non-browning apple and eliminate the need for anti-browning treatment, reduce food waste, and bring out flavor. The production of BT cotton has skyrocketed in India, with 10 million hectares planted for the first time in 2011, resulting in a 50% insecticide application reduction. In 2014, Indian and Chinese farmers planted more than 15 million hectares of BT cotton. تشمل الصفات سمات الجو تشمل الصفات النوعية زيادة القيمة الغذائية وتحسين معالجة وتخزين الأغذية أو القضاء على السموم والمواد المسببة للحساسية في نباتات المحاصيل. المحاصيل المعدلة وراثيا الشائعة حاليا يتوفر عدد قليل فقط من المحاصيل المعدلة وراثيا للشراء والاستهلاك في الولايات المتحدة. وافقت وزارة الزراعة الأمريكية على فول الصويا والذرة والكانولا وبنجر السكر والبابايا والقرع والبرسيم والقطن والتفاح والبطاطس تفاح الكائنات المعدلة وراثيا تفاح القطب الشمالي وتفاح غير بني اللون ويقضي على الحاجة إلى العلاجات المضادة للبني ويقلل من فضلات الطعام ويبرز النكهة. ارتفع إنتاج قطن بيتي في الهند حيث تم زرع 10 مليون هكتار لأول مرة في عام 2011 مما أدى إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية بنسبة 50% في عام 2014. زرع المزارعون الهنود والصينيون أكثر من 15 مليون هكتار من القطن. Safety testing and government regulations. Agricultural biotechnology regulation in the U.S. falls under three main government agencies. The Department of Agriculture, USDA, the Environmental Protection Agency, EPA, and the Food and the Drug Administration, FDA, the USDA must approve the release of any new GMOs. EPA controls the regulation of insecticide, and the FDA evaluate the safety of particular group sent to market. On average, it takes nearly 13 years and 130 million dollars for research and development for genetically modified organism to come to market. The regulation process takes up to 8 years in the United States. The safety of GMOs has become a topic of debate worldwide, but scientific articles are being conducted
to test the safety of consuming GMOs. In addition to the FDA work in one, such as article, it was concluded that PTIs are not adversely affect digestion and didn't induce horizontal gene transfer. يندرج تنظيم اختبار السلامة واللوائح الحكومية. يندرج تنظيم التكنولوجيا الحيوية الزراعية في الولايات المتحدة تحت ثلاث وكالات حكومية: وزارة الزراعة USDA، وكالة حماية البيئة EPA، إدارة الغذاء والدواء FDA. يجب أن توافق وزارة الزراعة الأمريكية على إطلاق أي كائنات معدلة وراثيا جديدة، وتتحكم وكالة حماية البيئة في تنظيم مبيدات الحشرات وتقييم إدارة الأغذية والأدوية FDA سلامة محصول معين يتم إرساله إلى السوق في المتوسط، ويستغرق الأمر ما يقرب من 13 عاماً و 130 مليون دولار من البحث وتطوير كائن حي معدل وراثياً للوصول إلى السوق. تستغرق عملية التنظيم ما يصل إلى 8 سنوات في الولايات المتحدة. أصبحت سلامة الكائنات المعدلة وراثياً موضوع نقاش في جميع أنحاء العالم، ولكن يتم إجراء مقالات علمية لاختبار سلامة استهلاك الكائنات المعدلة وراثياً. بالإضافة إلى عمل FDA في إحدى هذه المقالات، تم التوصل إلى أن RSBT لم يؤثر سلباً على عملية الهضم ولم يتسبب في نقل الجينات الأفقي. Good luck for all، وشكراً لحسن الاستماع.